السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصطفى البوشتي، رئيس نادي علم الطيور القنيطري. اليوم جبنا لكم واحد الفيديو اللي غيكون هو عبارة عن الجزء الثاني ديال الفيديو السابق. بداية تنشكركم جزيل الشكر على التفاعل ديالكم والتجاوب ديالكم مع الفيديو السابق، واللي كان من خلال التعاليق اللي كانت كتحط على الفيديو، أو من خلال التواصل عبر الواتساب أو التواصل المباشر. هاد التعاليق اللي انقسمت إلى مجموعات، كاين مجموعة ديال التعاليق اللي كانت تتغني النقاش، يعني كتعطي إضافات أو كتزيد توضيحات و أو كتعطي كطرح بعض التساؤلات أو المشاكل في تطبيق هذا القانون. وكذلك هناك تعاليق اللي كانت تدل على انها ما عرفاش القانون، كتسول على الاجراءات، بغات تعرف القانون اكثر. اذا وهناك تعاليق اخرى اللي كانت كما كتسمى تعاليق شاذة، يعني كانت تصب في واحد الواد اخر بعيد على اللي كنا كنهضروا فيه. فحنايا الفيديو ديالنا الهدف منه هو اننا نوصلوا لكم بانه كاين قانون ديال 29/5 اللي كيحمي واحد المجموعه ديال الطيور، وخصنا نعرفوه وخصنا نبحثوا فيه مزيان، لانه مجال ديال الاشتغال ديالنا لابد اننا نعرفوا ما لنا وما علينا. غير هذا الشيء، حنا ما عندنا علاقه بحتى شي حاجه اخرى، يعني ما عندناش علاقه بشي حاجه، شي حجز ديال شي مكان او بالتطبيق ديال هذا القانون من طرف المؤسسه المعنيه. فهذا امر ماشي من الاختصاص ديالنا. نحن كجمعيه الدور ديالنا هو التطهير، الدور ديالنا هو التحسيس، والدور ديالنا هو ايصال المعلومه الى كافه الناس اللي كيهتموا بهذا المجال ديال التربيه ديال الطيور لا غير. اذا الاخوان الله يجزيكم بخير، اللي شاف الفيديو وتصنت ليه فيحاول الى يدير شي تعقيب ولا شي تعليق، يكون فيه اضافه او فيه ملاحظه حول الامور اللي كنجي فيها. ثم نحن لا نفعل شيئا الا اننا نقرا من القانون، يعني مش احنا اللي كتبنا القانون، لا، انا هي كنقراو القانون، القانون باش تعرفوه. اذا الفيديو ديال اليوم غادي نحاولوا نديروا واحد القراءه في واحد المجموعه ديال الاشياء من هذا القانون. غادي نحاولوا نقراو الفرع الاول من الباب الثاني، والفرع الثالث من نفس الباب، وغادي نقراو الفرع الثاني من الباب الثالث. اذا هادو هما الاشياء اللي غادي نقراو. اذا غادي نقراو الفرع الاول من الباب الثاني، وغادي نقراو الفرع الثالث من نفس الباب، ثم الفرع الثاني من الباب الثالث. هذا الشيء اللي غادي نقراوه، لانهم هاد الفروع فيها اشياء تتهم واحد المجموعه ديال الاسئله اللي طرحت. اذا باش ندخلوا مباشره في الموضوع، اذا بدايه غادي نتعرفوا على الباب الثاني من الباب، الفرع الاول من الباب الثاني، اللي هو استيراد انواع النباتات والحيوانات المتوحشه المهدده بالانقراض. اذا هذه عمليه الاستيراد، يعني بغيتي تستورد شي حاجه من برا، هذيك الحاجه اللي بغيت تستورد، هذيك العينه داخله في هذه المجموعه ديال العينات اللي كتدخل في هذا القانون هذا. اذا هذا الفرع هذا فيه من الماده 8 حتى الماده 12، كتعطيك شنو هما الحوايج اللي كتحتاج الا بغيتي تستورد شي حاجه من خارج البلاد. اذا عندنا الماده 8 والماده 9 والماده 10، هادو كيتحدثوا على الاستيراد ديال كل نوع حسب الصنف فين مصنف، واش في الفئة واحد أو الفئة جوج أو الفئة ثلاثة حسب اتفاقية سيتيز. إذا تيقول لك في المادة 8، إلا بغيتي تستورد شي حاجة داخلة في الصنف واحد أي المهددة بالانقراض، خصك أولا تاخد شهادة ديال الاستيراد، تدلي بشهادة الاستيراد. ملي كنقولك تدلي بشهادة الاستيراد يعني غتدليها عند الجمارك، إذا خصها أصلا تكون عندك، عندك شهادة باش تستورد، اللي كتعطيها لك هاد الجهة هادي اللي هي المياه والغابات. بداية
كتشوف انت شي واحد غتاخد من عنده ديك العينة وكيحولها لك بالاسم ديالك حسب سيتاز، لان الشهادة ديال سيتاز هي شهادة واحدة عند كل الاطراف اللي موقعة في هذيك الشهادة، لانها شهادة دولية بحال بحال. هذاك اللي غادي تجيب من عنده ديك العينة خصو اولا يحول لك هذيك العينة الاسم ديالك بالسيتاز تولي بسميتك، هذه واحد. ثم غادي تشد انت هذيك المعلومات اللي غادي يصيفط لك هذاك السيد، وغادي تمشي ديال المياه والغابات وتطلب الاستيراد ديال هذيك العينات، عينه شحال غادي منها، داك المعلومات كامله اللي كتطلبوا لك اللي غادي تعمرها. اذا هما كيعطوك واحد الشهاده ديال الاستيراد هي اللي غتستورد بها. اذا هذه العمليه كيديروها من بعد تسلم الرخصه بعد استطلاع الراي العلمي، تيستطلعوا بعد تيشوفوا الراي العلمي واش هذه العينه الى جناها ما غتشكلش مشكل بالنسبه للبقاء ديالها، وكذلك ما غتشكلش مشكل ايكولوجي بالنسبه للبلد اللي هي فيه. ولان هذا الشرط كما تيقولوا هما في هذا البند 8 تيقول لك، غير ان هذا الشرط هذا ما تيبقاش الا كانت شي عينه صافي ما بقاش دخلات بزاف المرات، يعني ملي كتجيب شي حاجه اول مره ضروري تمشي رجعوا الراي العلمي. لكن الا جبتي شي حاجه يعني ديجا كتدخل شي عينه شي كائن ولا شي طائر مولف تيدخل للمغرب صافي ما كيبقاش يتخذ الراي العلمي ديالو، انا كنظن كيدخل قانوني، يعني ديك الساعه صافي ما كياخذوش الراي العلمي مباشره، تعطوك شهاده ديال الاستيراد، تاخذ شهاده الاستيراد ديالك ديك الساعه كتكمل الاجراءات. اذا غير نفتح واحد القوس صغير غير الاخوان الله يجزيكم بخير، حنا هنا كنهضروا على القانون 2605 اللي مرتبط بالمياه والغابات، اجراءات اخرى مرتبطه بلونسا المكتب الوطني للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه، هذاك هو اللي عنده سيرتيفيكا سانيتير وكيعطيك الاجراءات الاخرى ديال لا كارونتين وهلم جرا الاجراءات الاخرى ديالهم. اذا هذوك يعطوك وثائق خاصه بالطيور اللي داخله في القانون ديال 2605 واللي داخله في سيتاز. الماده جوج الماده تسعود شنو كتقول لك؟ تقول لك الا بغيتي تجيب شي حاجه من الفئه جوج من انكس دو، لو جبت شي حاجه من انكس 2 ما كتحتاجش ديك الرخصه ديال الاستيراد اللي كيعطوك في انكس 1، لا كتجيب غير رخصه ديال من عند السيد، تجيب غير السيتاز ديالك، يعني كتشوف العينه عندك السيد اللي غتجيب من عنده وكيحول لك السيتاز السميه ديالك صافي، وكتدخل وكتدلي بداك الشيء للسلطات المعنيه اللي كتكون اللي هي الجمارك. ولكن هنا ممكن ان المياه والغابات ترجع ليها تاخذ الراي العلمي حتى هي وتطلع الراي العلمي في حاله الا غتجيب شي طائر اول مره غيدخل المغرب واخا يكون في انكس 2، بس ضروري الراي العلمي وغتطلب منك انك تعطاك شهاده ديال الاستيراد، اذا دي الحاله اللي ممكن انه تطلب منك شهاده ديال الاستيراد. غادي ندوزو الماده 10. الماده 10 كتهضر على انك لو بغيتي تستورد شي حاجه داخله في انكس 3، شي حاجه بغيتيها في انكس 3، انيكس 3 الا بغيتي شي حاجه خاصك دلي بالرخصه ديال التصدير، يعني شتي الرخصه ديال داكشي اللي شتيها من عنده بانه مصيفطها عليك، تسلمها للجهه المختصه بالدوله التي عملت على تسجيل هذا النوع، اذا كتسلمو لك هذيك الدوله حيت الصنف 3 فيه الكائنات اللي مسجلهم واحد الدوله مسجلها في انيكس 3 داخل في سيتيز. اذا انكس 3 بحال اللي قلتي وطني، انت مشيتي تجيبو من ديك الدوله اللي مقيده هي نيس في سيتاز، اذا هنا كيطلبوا منك رخصه ديال التصدير، يعني رخصه باش جايبو، يعني كاتب لك الاخر السيد الوريقات ديالك كذا 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 بانه تيدوز لك هذاك الشيء في سيتاز بالسميه ديالك كما قلنا وكتجيك مزيان حسب اتفاقيه، او شهاده اعاده تصدير او شهاده الاصل حسب الحاله، مسلمه من قبل الجهة المختصة بالدولة القادمة من العينة إذا لم تأتي العينة من الدولة التي عملت على تسجيل هذا النوع المعني في الاتفاقية المذكورة. إذا إن لم تجتي من شي دولة ماشي هي اللي مدخلة هذاك الطائر في الصنف 3 كيطالب منك تجيب شهادة الأصل سيرتيفيكا دوريجين، يعني هما خصها تكون عندهم يعطيها لك بأنها لوريجين ديال الطائر هذا منين جا، لانك ما شتيش من البلاصه اللي مدخلها مولاتو لان ماشي لوريجين ديالو. اذا اللي مدخلو في سيتاز اللي مدخلو في صنف 3 هي الدوله
اللي هي معنيه بهذاك الكائن الحي ديالها، ولكن مشيتي شي دوله اخرى ماشي هي اللي مدخلاه، خاصك تجي تعطيك شهاده ديال الاصل، شهاده الاصل يعني منين جا هاد بوير المسائل ديالو. غادي نقزو الماده 11 لانها ما كتعنيناش، غنمشيو للماده 12. تيقول لك للادلاء بالراي العلمي المنصوص عليه في هذا الفرع يجب ان تتحقق المؤسسات والهيئات المختصه على الخصوص من ان استيراد وادخال العينات الى المغرب لا يضر بالبقاء ديال هذا النوع ولا يشكل خطرا للتوازن الايكولوجي. اذا هنا هادشي كامل ضروري الراي العلمي تاكدوا ان هذا الكائن وما غيضرش البقاء ديالو في المكان اللي غنجيبو منه، وكذلك ما غاديش يسبب لنا شي مشكل ايكولوجي. مزيان هنايا بعض من بعض التعاليق نفتحوا واحد القوس، تيقول لك مثلا شي واحد كيسمع الراي العلمي تيقول كاش من علمي كاين المغرب، راه ما فيه لا علمي لا حتى شي حاجه، وهذا عاوتاني من بين المشاكل اللي كنعانيو منها حنا. اذا الناس اللي كيربيو طويرات الله يجزيكم بخير، خصوصا اللي كيديروا بحال هذا النوع ديال التعاليق، بما انك انت ما محتكش مع العالم كامل او المؤسسات كامل اللي كتعنيك، فمتبقاش تهضر بشي حاجه انت ما كتعرفهاش. الله يجزيكم بخير باش ما تنشروش شي حاجه بحال اللي كتنشروا واحد السلبيه خطيره على هذا الموضوع هذا. وبالتالي فخصنا ضروري، فما يمشي انسان مربي واحد الفريق ولا جوج تيجلس مع جوج الناس ولا ثلاثه، هذاك هو العالم اللي كيعرف ديال الطيور، كيسحب وراه صافي. او ان هذه المؤسسه ديال المياه والغابات واحد المؤسسه يعني خدامه على هذاك الشيء، عندها غير تيسير الله وصافي، يعني هي كطاطوني. لا سيدي، راه كاين الراي العلمي وكاين اربعه ديال المؤسسات اللي كتعتمد عليهم المياه والغابات اللي كتطلع الراي ديالهم فيه. كاينه المعهد العلمي، وكاين المعهد الوطني للبحث ديال في الصيد البحري، وكاين المدرسة الوطنية للمهندسين الغابويين، وكاين معهد الزراعة والبيطرة. إذا كاين أربعة هما اللي كتاخد المياه والغابات الرأي ديالو، هاد الأربعة كل واحد حسب شنو كتطلب منه. يعني هاد الأربعة راه عندهم مجموعة من التخصصات، لاحظتوا حتى العناوين ديالهم، يعني كل واحد راه عنده واحد التخصص. اذا الا مشيتي لشي مثلا عطيكم مثال، مشيتي للمعهد العلمي دخلتي ليه راه غتلقى فيه خبراء في علم الطيور، دكاتره متخصصين في الابحاث ديالهم في مجال ديال الطيور. يعني الانسان الا غيدير شي بحث في هذا الباب هذا يمشي في هذا الاتجاه باش يعرف اكثر ما يروج حوله. اذا دائما كاين الراي العلمي. اذا هذا اللي هضرنا فيه الفرع الاول من الباب الثاني. ندوزو دابا الفرع الثالث من نفس الباب، ناخذ الفرع الثالث من نفس الباب. اشنو كيقول لنا شنو العنوان ديالو؟ الرخص والشهادات المرافقه للعينات اثناء استيرادها او تصديرها او اعاده تصديرها أو إدخالها من البحر. إذا هنايا شنو هما هاد الرخص؟ إذا المادة 15 تقول لك بأنه ما يمكنش تستورد شي حاجة ما عندكش الرخصة ديالها، النوار داكشي اللي كيتسلت ما يمكنش، إلا تسد لك ولا شي حاجة راه يديوها ليك. إذا المادة 16 كيتم التحقق من هاد الشواهد من طرف الجمارك، الجمارك راه عندها شراكة مع المياه والغابات حول هذه المساله ديال المراقبه ديال التجار الدولي، يعني هي اللي كتراقب لك هذوك الشواهد الى غتلقاها في الدخله حسب انت ذوك الحيوانات اللي جبتيهم. الماده 17 فيها جوج ديال الحوايج. اولا تيقول لك بان هذه الرخصه اللي غادي تجيب انت خصها تكون ضروري مرافقه النموذج اللي كاين في سيتاز، يعني ما تجيبش شي رخصه مختلفه ما يقبلوهاش لك. مثلا مشيت لشي دولة شي واحد صاوب لك شي رخصة ملي وصلت لعند الناس ديال سميتو ديال الجمارك قال لك هذه ما كتشبهش لهذه ما عندها حتى علاقة بها، إذا ما تقبلش ما غدوز لكش هذوك العينات اللي جاي. إذا ضروري من العملية أنه يكون هاد الرخص كما تيقولوا هنايا
عندما تكون العينة مصنفة في لا في أربعة، يعني نشأت أن الفئة أربعة هي فئات وطنيا داخلين في القانون ديال 1605 وما داخلينش في سيتاز، وكيتعناو غالبا بالتصدير، يعني انت حاجة عندنا حنا هنايا وبغينا نصدر الآن يلا كنهضروا الاستيراد. إذا تيقول لك يجب أن تكون رخصة الاستيراد أو التصدير وشواهد إعادة التصدير أو الإدخال من البحر مسلمة من طرف الجهات المختصة بالدولة المستوردة أو المصدرة أو معيدة التصدير حسب الحالة، معدة وفق النماذج المنصوص عليها في اتفاقية سيتاز. عندما تكون الدولة المستوردة أو المصدرة أو معيدة التصدير طرفا في هذه الاتفاقية، أو عندما تكون العينة معنية مسجلة في إحدى ملحقاتها، إذا ضروري تكون نفس النموذج. عندما لا تكون الدولة المستوردة أو المصدرة أو معيدة التصدير اللي كانت هذيك الدولة ما دخلتش اتفاقية سيتاز، تطلبوا منك أنك تجيب واحد الشهادة، إما تكون عندك رخصة أو شهادة على الخصوص على البيانات في هذه البيانات: اسم البلد المستورد اللي جيتيها منه، إشارة إلى الجهة المختصة، يعني الجهة ديال ديك البلد اللي مشيتي، شكون هي ديك الجهة اللي مشى لها ذاك السيد وعمر لك هذيك الرخصة، لأن كل بلد عندهم مؤسسة ماشي بحال بحال المؤسسات اللي كيكونوا هما الجهات المعنية، يعني ماشي المياه والغابات، راه كاينه دائما المياه والغابات في جميع المؤسسات، كل دوله عندها مؤسسه خاصه بها. خاصك دير اشاره الى الجهه المختصه كما قلنا، اشاره الى العينات تم الحصول عليها وفق القوانين، خاص تكون عندك عينات راه مأخوذه بالقوانين، يعني ماشي عينات غير قانونيه. ثم كذلك الإشارة إلى أن تصدير هذه العينات غير ضار ببقاء النوع التي تنتمي إليه. معلومات عن هوية المستفيد، إذا هذه الإشارة راه غيكتبوها الجهة المعنية. هي لا سيب بأن الكائن راه ما يشكل حتى شي مشكلة، السيد اللي جايبها صدروا يكتبوا هذه المعلومات باش تعرفوا أن هذه المعلومات راه دقيقة، بما أنهم حاطين هنا إذا خصها تكون كلها مدونة. إذا معلومات عن هوية المستفيد، تاريخ إصدار الرخصة أو الشهادة اللي صيفطوها ليه، الاسم العلمي والاسم الشائع ديال ذاك النوع، وصف أجزاء أو منتجات أو ورموز التعرف عليها، تصنيف العينة حسب اتفاقية سيتيز، يعني واش تكتب لهم واش هذه العينة اللي مصيفط لك هاد الناس واش من الفئة واحد ولا من جوج ولا من ثلاثة حسب اتفاقية سيتيز. يجب أن تتم الإشارة كذلك إلى العينة إذا كانت حية، ستتم تنقل على نحو يجنبها مخاطر، إذا خصك ضروري تشير بأن خصو يشيروا لك بأن هذه العينة هذه راه غيتم النقل ديالها في واحد الوسيلة، تعطيو المواصفات ديال ديك الوسيله انها ما كتشكلش خطر على ذاك الكائن. اذا هذه اللي قرينا الماده 17، نمشيو للماده 18. ترفق طلبات الحصول على الرخصه والشواهد بمعلومات تمكن التعرف على هويه، اذا هذه معلومات ضروري خصها تكون مضبوطه، هادشي كامل راه كاين في الشواهد، راه كاين في الدار ديالهم، تعطيوك كاع ديك المعلومات اللي خصك تكتبها تما. الماده 9 تحديد تحدد بنصوص تنظيمية، اشنو كيتحدد؟ نماذج ديال الرخص، كاينه نصوص تنظيمية كاينه هنايا، نموذج ديال الرخص راه كاينه في غتلقاهم في الاخر في القانون ديال 2005، ولذلك واحد الإشارة بين قوسين، حنا راه كنقراو لكم باش تمشيو نتوما تقراو، راه ما كنقراوش داك الشيء كامل بالتفصيل، حاولنا بعض الإشارات باش تفهموا أن هذا القانون ها كيفاش غادي، وتمشي انت تزيد تقرا فيه مزيان وتبحث فيه، الحمد لله راه موجود، ممكن تيليشارجي من الانترنت، ممكن تدخل الموقع ديال المياه والغابات وتيليشارجي هادشي وتقرا مزيان على هادشي باش تعرف ما لك وما عليك، تعرف داكشي بالتفصيل. وكما قلنا راه هادشي كامل عنده علاقة بالمياه والغابات. أما هناك إجراءات أخرى ديال لونسا اللي هو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مش تعرفوا شنو اللي كاين الإخوان، هذيك بوحدها عندها علاقة بما هو صحي، يعطوك الوراق باش تشد الدويرات، انتوما كتعرفوا داكشي ديال لاكارونتين والمسائل اللي تابعنا. كيفية إعداد الرخص، هادشي كلشي كاين في النظام التنظيمي. أنواع أوسام التعرف على العينات، يعني شنو النوع ديال الوسم، واش عبارة عن خاتم أو عبارة عن بيس، ولا هذا هو اللي كيتحدوه، راه تلقى هادشي كامل في الشواهد، مرفق في الشواهد. المادة 20 تكون الرخص والشواهد اسمية وتسلم للأشخاص الذاتيين المعنيين الذين قدموا طلبات بشأنها. إذا هذا الرخص والشواهد خصها تكون باسم مولاها. المادة 21 تطلب كل شحنة من العينات رخصة منفصلة للاستيراد أو للتصدير وشهادة منفصلة لإعادة التصدير. إذا أنت مثلا تجيب واحد العينات، تجيب واحد العدد وقسمتيهم، خص كل وحدة تاخذ الرخصة ديالها.
يعني ما تاخذش رخصه وحده تدخل بها كل شيء، لا تدخل كل وحده برخصه ديالها. الماده 22 تكون الرخصه المسلمه لاستيراد عينات من انواع مسجله في فئه واحد صالحه لمده 12 شهرا، الا انها تكون غير صالحه في الحالات التاليه: اذا كانت وثيقه التصدير المطابقه لها لم تسلم في الدوله المصدره، ما عطاوكش هذاك الشيء باش تصد باش غتاخذ الطوائف تما، ما عطاوش باش يصدر. اذا كانت الوثيقه التي سلمتها الدوله المصدره لا تتطابق مع الرخصه الاستيراد المطابقه، يعني ما عندهاش نفس ما مطابقاش نفس الرخصه، داك الشيء اللي غيعطيك داك اللي ليه، لانك انت خديتي هذاك الشيء وعمرتي به المعلومات، الا ما كانتش مطابقه راه ما غاديش تلغى لك هذيك الرخصه. اذا كانت مده صلاحيه الوثيقه التصدير قد انتهت، سالت لها مده الصلاحيه، اذا من بعد ما كيعطوك الشهاده ديال الاستيراد تعطوك 12 شهر، 12 شهر مهله او وقتك باش يلاه توجد المسائل ديالك. يعني الا مثلا انسان الا بغى يوجد شي حاجه راه غادي يمشي يعطيه الرخصه، الا عمل يعطيه الرخصه ديال الاستيراد كيبقى ليه عنده عام هي اللي يوجد فيها الاجراءات ديالو، ما خصوش يفوت داك العام. الا فات 12 شهر راه كي هذيك الرخصه صافي كتلغى. وكذلك كيعطوك 6 شهور من بعد ما كتجيب هذيك العينه، كيعطوك 6 شهور باش دير ليها شهاده الملكيه ديالها. هذه نقطه مهمه، اذا الانسان مثلا تيجي يدير المسائل ديالو تيجيب الطويره تيجيب ديك العينه وتيخليها، لا راه عطيك 6 شهور خصك تمشي دير شهاده الملكيه ديال المغرب. شهاده الملكيه كتكون 4 ديال الانواع، والشهاده الملكيه خاصه اذا ما تجيب واحد العينه بغيتي تستافد منها غير راسك، او شهاده الملكيه للتربيه باغي دير بها للفاش بوحدها تاخذها من الدوله، ولا شهاده ديال التجاره ولا انت باغي تبقى تبيع فيها وتسير تمشي تحطها في شي محل وتبيعها، ولا يعني تقدمها باش تبريزونتيها في شي محل باش تبيعها، او شهاده للعرض ولا غادي تعرضها اما في شي حديقه ولا في شي ولا في شي مثلا معرض ولا غير ذلك. اذا كل حاجه راه عندها الشهاده ديالها، يعني ملي تجيبها خصك ضروري تمشي لعندهم تفوز 6 شهور تمشي باش يديروا لك الشهاده ديال الملكيه ديالها بالاسم ديالك. كل عينه عندها الشهاده ديالها، هي شاركنا هضرنا عليه في الفيديو السابق، كل حاجه خصك ضروري دير ليها الشهاده ديالك مزيان. المادة 23 تكون رخصة تصدير وشهادة إعادة تصدير صالحة لمدة سنة ابتداء من شهر إصدارها، وتصبح كل رخصة تصدير أو شهادة إعادة تصدير عديمة الأثر بعد انتهاء المدة اللي قلناه، إلا أنه في حالة عدم استعمال رخصة تصدير أو شهادة إعادة تصدير خلال مدة صلاحيتها مع تقديم ما يبرر ذلك يمكن تعويضها برخصة. إذا إلا ما استعملتهاش ولكن جيب مبرر علاش ما استعملتهاش، شوف جاتك شي ظرفيه او شي حاجه ما قدرتيش، ولا محل مثلا وقعت شي حاجه وقفات مثلا بحال الشيء اللي وقع في كورونا ولا شي حاجه، فغتجيب المبرر يعطوك عاوتاني يعوضوك بواحد الشهاده اخرى، هي بحال يعني يعاودوا يتعاونوا معاك يعطوك شهاده اخرى يعني لمده 6 شهور، لا يعطوك في مده ديال 6 شهور. الماده 24 يمكن استعمال رخصه تصدير الشهاده المشار اليها الماده 10 على خلال 12 شهر ما تفوتهاش. المادة 25 تصبح جميع الرخص وجميع الشهادات المسلمة غير صالحة إذا كانت إحدى البيانات اللي فيها ماشي هي هذيك، عطاوك شي رخصة بالشهادة والبيانات فيها ماشي مطابقة لداك الشيء اللي درتيه راه ما كتبقاش صالحة. المادة 26 عندما تصدر رخصة أو شهادة جديدة لتعويض رخصة أو شهادة ملغات، إذن هذه مرتبطة إذا مثلا بغيت شي رخصة جديدة، هذه مسائل تقنية تلقاها في القانون تلقاها في المادة 26. المادة 27 لا تقبل أثناء عمل أو إدخال أو تصدير إحدى الفئات، هنا كيهضروا على المادة 4 على إلا طبقا لأحكام الفرع المدلى، إذا ضروري خص تكون عندك الوثائق ديالك تابعة الأحكام اللي كاينة هنايا. دائما هما تيحاولوا يبينوا لك بأنه ما تجيبش شي وثيقة أخرى وتقول لهم هذه راه ديال ما كاينش هادشي، خصك تجيب داكشي اللي عطاوك داكشي اللي درتي معاهم هو اللي خصو تجيبه، الى داك اللي غادي يجيب لك شي حاجه خصو يجيبها لك مطابقه لداك الشيء اللي طلب لك، يعني خص تركز مع هذاك الشخص اللي غادي تصيفط لك شي حاجه. اذا الماده 28 كيقول لك الى عندك شي شهاده ملغات يعني سالت المده الصلاحيه ديالها ما كتمكنش تجيب بها شي حاجه. الماده 29 تطبق احكام هذا الفرع دون الاخلال بالنصوص الشرعيه والتنظيميه المطبقه خصوصا في مجال صحه النباتات والحيوانات. الماده 30 هذه كتهضر على الجمارك انهم دايرين ادارات ديالهم اللي خاصه بهم. اذا هذا
كما قلنا دابا غندوزو للباب الثالث، غناخدو منه الفرع الثاني من الباب الثالث اللي العنوان ديالو احكام تتعلق باخذ عينات من انواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض من الوسط الطبيعي وبحيازتها لاغراض تجارية وبتوالدها وبإكثارها. اذا هنا هذا عاوتاني واحد الباب، واحد الفرع اللي فيه من المادة 39 حتى المادة 49 كيهضر لينا على الا بغيتي تاخذ شي عينة من الوسط الطبيعي شنو هما الاجراءات. اذا تيقول لك اولا خاصك ضروري الا بغيت تاخذ شي حاجه من الطبيعه، يعني ضروري يعني تكون عندك الرخصه، ما عندكش الرخصه ما يمكنش. الماده 40 لا تصدر رخص اخذ العينات من الوسط الطبيعي منصوص عليه في الماده الا اذا كانت عمليه او عمليه الاخذ لا تضر البقاء. اذا ما يمكنش يعطوك رخصه الا لتاكدوا بان هذيك العينه اللي غتجيبها ما غتضرش بالبقاء ديالو. تمام. علاوه على ذلك عندما يتعلق الامر بعينات حيه لا تسلم هذه الرخصه الا اذا كان صاحب طلب. ثاني حاجه اخرى، لانه ما تقول لك عينات حيه ربما تجيب نباتات ولا تجيب شي حاجه، لا تيقول لك هاد الا غتجيب شي كائن حي غتجيب شي طائر مثلا خصك ضروري يضمنوا انك انت غتحطوه في واحد البلاصه اللي ما غاديش تسبب ليه في الاتلاف ديالو، يعني غادي تحافظ عليه وتوفر ليه الشروط ديال يكون هو مرتاح في الحياه ديالو. الماده 41 ترفق طلبات الحصول على الرخص المذكوره في 39 ملف يتكون من وثائق محدده بنصوص تنظيمي. اذا هنا كاين وثائق راه غادي تلقاوها دائما لاصدار الرخصه المطلوبه، حنا غادي نلقاو الوثائق من بعد غادي تلقى الوثائق اللي كيطلبوا لك. الماده 42 تتضمن الرخص او الرخصه البيانات التي تمكن من التعرف على المستفيد منها. تتحدد الهدف، لاش بغيتي تاخذ العينه؟ واش بغيتي تاخذها من اجل البحث العلمي؟ واش بغيتي تاخذها من اجل الاكتار ديالها؟ واش بغيتي تاخذها من اجل التجاره؟ واش بغيتي تاخذها من اجل العرض؟ النوع او الانواع التي يمكن اخذ عينات منها، كتقيد النوع اللي بغيت تاخذ منه، الاماكن والظروف اللي بغيت تمشي تاخذ فيها، يعني الاماكن والظروف اللي غتاخذ بها، يعني كيفاش غادي يعني وكذلك كما هنا تقولك وفي هذه الحاله الوسائل المستعمله لاخذها، يعني غتاخذ واحد الكائن حي كيفاش غتشدوه، كيفاش توصف لهم هذاك الشيء كامل، تقول لهم ها الماده اللي غنخدم بها كيفاش غنشدوه الطريقه وكشي. خصهم دائما يشوفوا بان هذا الشيء اللي غديروه ما غادي يدارش، كما كيقولوا ان ما يمكنش تاخذ شي عندهم تقول لهم انا غنشد مثلا واحد الطائر بالفخ ولا باغي تعطيني رخصه نمشي نشد الطائر نضربه بالجبات مثلا، لا تنقول باش تفهموا المعنى. هويات الاشخاص المخول لهم اخذ العينات من طرف المستفيد. اذا المستفيد يقدر ماشي هو اللي غادي يشد هذيك العينه، ما عندوش هو القدره باش يشدها، كيجيب واحد المتخصصين اذا خصو يذكرهم في هذا باش يكونوا على المسؤوليه ديالو، كيدير الهويات ديالهم المعلومات ديالهم وكل شيء. الشروط الواجب توفرها توفرها في وسائل النقل المستعمله. ثاني خص يكون عندك واحد الشروط، النوع او الانواع التي يمكن ان يتم حجز عينات منها او توالدها او اكثرها، يعني كتكتب النوع ديالها غتجيب شي حاجه باش دير بها التوالد اكثر خصك تكتب هذاك النوع شنو هو. الظروف ديال التنقل يعني الترونسبور ديال خصو تبين شنو هو الوسيله اللي غتنقلوا بها. هادشي راه دقيق ولكن راه مطلوب منك باش تبين لهم بان هادشي اللي غادي ديرو راه كيسوا فيه كاع الشروط اللي كيطلبوها منك، وبان هذيك العينه اللي غتاخذها راه ما غادي تسبب لها حتى شي ضرر، هذا هو الاهم. اذا علاوة على ذلك يجب على المستفيد أنه يدير واحد السجل اللي كيدون فيه أنه شي حاجة خداها تم أخذها أو حيازتها أو عرضها أمام العموم أو تولدها أو إكثارها حسب الحالة، خصو يدير واحد السجل اللي يكتب فيه كاع المعلومات باش كيدون فيه كاع داكشي ديالو. يمنع أثناء عملية الأخذ من الوسط الطبيعي استعمال أي وسيلة أو مادة من شأنها كما قلنا قبيلة، ما يمكنش تستعمل شي وسيلة اللي غتضر بهذاك الكائن هذاك. المادة 43 يتم سحب رخصة أخذ العينات من الوسط الطبيعي فورا عند عدم احترام المستفيد الرخصة المذكورة لأحد الشروط الواردة فيها. إذا إذا كان هذاك المستفيد عطاو واحد الرخصة مثلا وما احترمش الشروط اللي ذكروا ليه، مثلا دار شي وسيلة ماشي هي هذيك ولا هذاك، تحب تسحب منه هذيك الرخصة. المادة 44 يتم إيقاف رخصة حياز العينات هذه الأغراض. إذا ممكن يوقفوا لك الرخصة الى جاو لقاو عندك هذاك الشرط اللي تيبدك الشروط اللي كتبتيهم، ماشي شرط من الشروط، وكيعطيوك مده ديال 3 اشهر باش تعاود تقاد دوك الشروط. مثلا ناخذ شرط من الشروط ان يكون
البلاصه اللي غتحط فيها هذيك العينه تكون مناسبه وملائمه للحياه ديال ذاك الكائن. جاو لقاو داك الشيء ماشي هو هذاك، غادي يحيدوا لك هذاك الطائر بعدا هو الاول، يعني ديك العينه يحيدوها لك وغيديوها بحال المحجز، البلاصه اللي كيحجزوا فيها دوك الانواع ديال الكائنات اللي كيحيدوها من بعد ما كيصادروها. اذا انت يعطوك 3 شهور، هاد 3 شهور خصك توفر الشروط اللي يطلبوا منك، اللي قالوا لك هذه ما عندكش ولا هذه ما عندكش، تعاود تخدم عليها 3 شهور. اذا راه كيعطيوك فرصه باش تعاود ديك الشروط. ملي كيتعاود ديك الشروط، ملي كدوز 3 شهور، هذيك 3 شهور بعد اولا داك الحجز اللي حاجز لك وحاطينه في داك المحجز كتخلص عليه المصاريف ديالو، بحال القضيه ديال الفوريان ديال الطوموبيل، عندو لك الطوموبيل الفوريان، داكشي اللي دوزاته الفوريان غتخلص عليه داك المبيت ديالو ديال تما، نفس العمليه غتخلص لك المصاريف ديال اللي كيتقام على داك الكائن اللي بقى عند واحد المحجز. من بعد 3 شهور الا ما جيتيش، الا كانت الامكانيه ديال ان داك الكائن يعاود يطلقوه في الطبيعه دون انه يضر فيها، كيطلقوه في هذيك الطبيعه، كيرجعوا لك عندهم الامكانيه انهم يرجعوا للطبيعه ديالهم او يديروا في الطبيعه اللي ما يتسببش المشكل ديالها. الا ما كانش ما بقاو كيديروا، يقدوا يقوموا بالعمليه ديال القتل ديالها اذا، او تقوم بقتلها اذا تعذر ذلك. الماده 45، في حاله وفاه المستفيد من رخصه الحيازه لمات هذاك المستفيد، ها كيقول يتوفر ذو حقوقه على اجل 6 شهور. اذا ملي تيموت شي واحد كيعطيهم 6 شهور باش يجيو يبدلوا ليها السميه ديالو وياخذوها اللي عندهم الحق. انا بحال كنهضروا المساله ديال انها حتى الرخصه راه ممكن انها ياخذها الوارث ديالو اللي عنده الحق. ذوي الحقوق هما الورثه دائما، ها من تاريخ الوفاه قصد تقديم طلب الحصول على رخصه جديده باسمهم تمكنهم من مواصله الانشطه باش يكملوا النشاط ديالهم. ربما كانوا كيخدموا عمليه ديال الاستيراد، لان هنا تيهضروا لك على بزاف ديال الحوايج، كما كنقولوا راه ما كاينش غير الطيور. واذا كذا ما تعتقدش شي واحد ان راه ان المياه والغابات راه مؤسسه مقابله على الناس اللي مربيين الفراخ، لا راه عندها بزاف ديال الحوايج، راه كاينين بزاف حوايج كبار من هذا الشيء، وفيها اشياء كبيره بحال داك الشيء اللي كيجيبوا دوك الانواع ديال الجلود ديال التماسيح ولا ديال الثعابين ولا ديال الحيوانات اللي كيعاودوا كيخدموها وكيديروا بها الحلي، داكشي تيكون غالي بزاف. انت هو راه كيدخل في هادشي ديال تيدخل في هادشي ديال التجار ديال السيداس، نفس القضيه. اذا راه هادشي علاش كيقول لك ربما ما يكونش واحد عنده هذا النشاط، فديك الرخصه اللي كانت عنده كتحول لذوي الحقوق. الماده 46، ان الاداره عندها واحد السجل ديال الرخص اللي كتصدروا برسم هذا الفرع. واحد الاشاره اخرى ما كايناش في هاد المواد هذه، وهي مساله ديال الكوطه. فربما عرفت ذكرتها في الفيديو السابق ولا لا، هو ان كاينه واحد الكوطه اللي كديرها المؤسسه كل سنه، يعني واحد العدد ما كيفوتوش. مثلا غنستوردوا واحد 100 مثلا 100 عينه من واحد الصنف في السنه، فإلا وصلنا ل 100 ما كنعاودش نعطيو الرخص في هذيك السنه، صافي ما كيبقاوش، يعني صافي سالينا ما كاينش نزيدو اكثر من هذا. اذا هذا الشيء هذا دائما باش تعرفوا حيثيات ديال هذا القانون. بالنسبه لنا حنا فقط كنديروا اشارات للقانون، ودائما الهدف هو التحفيز، لانك تمشي تقرا القانون مزيان وتقراه بند بند وتقلب وتنشره اكثر، كل ما انتشر اكثر كل ما ينشر الوعي اكثر، كل ما التجأوا الى ما هو قانوني. اللي خصكم تعرفوا بان علاش شحال واحد تيهضر لا علاش ما كيديروش هكا مساطير، لا دابا اللي خصكم تعرفوا علاش دابا هذا المشكل ديال الطيور اللي ما كاينش عندها الوراق، لان كاين مشكل ديال التهريب. بنادم تيفكر في التهريب، لان في التهريب كيحيد عليه بزاف ديال الحوايج، كيحيد عليه مصاريف ديال مثلا ديال الكارونتين، تحيد عليه مصاريف ديال تحيد عليه الاجراءات الوقت. اذا هو كيحيد عليه بزاف ديال الحوايج باش كيخلي راسو لا مارج باش يبيع مزيان ويربح بزاف. هادشي اللي كاين، ما هو بامكانه يمشي يدير الاجراءات وياخد، ولكن ما عندوش الوقت ما يصبرش، خصو دغيا داكشي يشدو موجود نوار، وهنا تيوليو المشاكل. اذا حنايا خصنا نشتغلوا في الضوء في واضحة النهار، وما يكونش عندنا مشكل اننا كنشتغلوا في النوار، لانه في النوار لان حنا كنتعاملوا مع طيور كائنات حية، يعني راه كتكاثر كتوالد كتنتشر كتنشر كتهز امراض كتهز بزاف ديال الحوايج. اذا ما يمكنش لي نغامروا بالحياة ديال
للايكولوجيا ديالنا والحياة ديال الناس ديالنا. هاكا راه ماشي ساهل هادشي. احنا دابا حيت دابا حنا كنشوفوا اصحاب فريقات كيبان لنا داكشي راه كيبان لنا داكشي راه ساهل. لا راه ما ساهلش، خاصك تشتغل عليه وخاصك تخدم عليه وخاصك ما تشوفش بانه ما تشوفش انت راك مربي واحد الفريق ولا واحد مربي واحد الفريق فرحان به. لا خاصك تشوف المنظومة كاملة، ثم خاصك تشوف المؤسسة ديال الدولة اللي متبوعة بتطبيق القانون. ونتمناو الخير للجميع، وتبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.